وصفتنا لليوم الملوخية، من أشهر الأكلات المصرية، بس عملناها لكم بنكهة سعودية. وإليكم المقادير. في البداية نقوم بخلط نصف مقدار الملوخية مع الماء، ثم نضيف باقي الملوخية ونكمل الخلط لنصل للنعومة المرغوبة، ثم نتركه جانبا. بعدها نطحن بالخلاط الطماطم والبصل، ثم نبدأ بتشويح الثوم مع الزيت، ونضيف الدجاج والبهارات ونحركه حتى يتغير لونه، ثم نضيف الكزبرة الطازجة، ونقوم بتغطية القدر لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نضيف الطماطم المطحون مع الماء ونتركها تغلي 25 دقيقة. وأخيرا نضيف الملوخية المطحونة ونتركها تغلي. وبالعافية.